السلام عليكم اخوان ديالنا وحبابنا، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو الاخوان وجدوا معايا راسكم وغادي نتبرعوا ان شاء الله، وانا كنضمن لكم 100% في هذا الفيديو غادي نتبرعوا العشاق ديال الجين. ما كنهضرش على اي جين، جين واش من جين الاخوان، ماركات مختلفه، الوان مختلفه، لي طاي كاملين ان شاء الله. غير هذه المره نزل الكرونطاي يسمحوا لينا الاغلبيه ديال الجيل جنة حدهم 46، ملي كندوز 46 يعني كاين 31 32 33 34 36. الكرونطاي ان شاء الله غادي نخصص لكم واحد الفيديو ديالكم، غادي يجيب لكم كرونطاي ابتداء من 48 وما يزيد، يعني كنهضر على 54 56 58 حتى 60 ان شاء الله غادي نكونوا عندكم. غير في هذا لا فيديو جبنا لكم سليعه مغايره، السلعه اللي كنجيب لكم سليعه مليحه وغادي تشوفوا كل شيء بعينكم ان شاء الله. ولكن حاولوا تبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع الاصدقاء ديالكم، راه هذا الفيديو هذا فيه سلعه زوينه واثمنه جد مناسبه، وفرصه لكم نتوما الاخوان ما تزكلو حتى شي حاجه، اللي عجبته شي حاجه يكون هو السباق لهذه السلعه. الاخوان مشاو على بركه الله نشوفوا السلعه اشنو جابت لينا. على بركه الله الاخوان غادي نبدا معكم بالاكني، الشركه ديال اكني وكيل لا مارك ايغو اند ايغو اللي كتجت لكم شي 3 ايام ولا 4 ايام، عاودتهم لكم حيت السلعه باقا متوفره، ما بغيتش نزقل هذه السلعه هذه، الحمد لله مشات وعاود جتها لكم. فيها الجرينوار اللي كتشوفوا وفيها النوار ديالها، هذا ما غندوش عليه حيت ديجا اللي باقي ما شافوش يمشي للفيديو اللي فات ويشوف التفاصيل، يشوف الخدمه، يشوف كل شيء. كنت قلت لكم الجرينوار فيه لاسين بالحمر كما كتشوفوا، والبلاك ديالو فيه لاسين بالزرق، هي هذه اللي كتشوفوا طرزه صافي. هذا الموديل غادي نطرقوه باش ما نطولش عليكم لا فيديو، فيه الطايات من 31 حتى 48، اللي كيلبس 38 او 48 صافي. الاهم حاجه عندنا في هذا لا فيديو هذا هو الجين هذا، المهم كلكم كتعرفوه الثمن ديالو، راكم اللي كياخذوا من المكازا راه كيعرف الثمن ديالو. المهم السريويل هو هذا صافي، تبعوا معايا التفاصيل كامله، كتلقاو لاسين في الصدفه كما كتشوفوا. الفورنيتور شوفوا الفورنيتور اللهم بارك، الخياطه طريزه اللي جاتكم هنا واللي جاتكم في الجهه الاخرى ها هي كما كتشوفوا. لي بوش اول يعني اول اغيفاج او نقول لكم نوفيل كوليكسيون في البوش، البوش جاي ميل البتي بوش، جيوبه كبار، الخياطه ديال هنا والخدمه شوفوا هي الخياطه والخدمه كي دايره اللهم بارك. السلسله الاخوه اللي خاصني ضروري نوريها لكم ايكريك كا كا اللي هي اوريجينال ما كطير ما والو، والصديفه راه فيها لا مارك. لي بوش الله ورا الاخوان وركزوا معايا على لي بوش، شوفوا ليا لاسين فين جاتكم، الطريقه ديال الجيب كي دايره، طريزه اللي وسط من الجيب، البوش كامل شوفوه، وهنا كذلك جاكم بوش سامبل وبالطرزه ديالو. لي بوش كيجيو كبار، الفصاله ديال السروال سومي سليم يعني بحال لي فيس ميريكان، فصاله خطيره الاخوان، فصاله واعره، كيجي السروال مفصل عليك محطوط ناضي، الخدمه من القدام دي لافاج اللي دايرين لكم شوفوا كيفاش داير. وهاد الخياطه هادي اللي ما عمرني كنساها لكم واخا طلعت لكم الدم بها، شوفوا هي خياطه كي دايره اللهم بارك، كله كله تجي ناضي، غير لافينيسيو ديالو والخدمه ديالو راه بارك. شوفوا ليا تبارك الله اللهم بارك، الخياطه ديال التحت سليعه اخوان مليحه، اللي بغيت تبرع وجاتكم بثمن جد مناسب. شوفوا ليا الجليده، شوفوا ليا البانسات هنا كيضربوا لكم بجوج باش السمطه، الا كانت السمطه شويه واسعه السمطه ما كتخرجش على السروال كيبقى مهزوز، بانسات كله داير بانسات، شي حاجه نقيه الاخوان ومليحه. الفصاله جايه سومي سليم يعني ماشي سليم وماشي بالمعريضه، جاي فصاله ريغيلار خطيره الاخوان، والخياطه ديالو من الداخل شوفوا هي الخياطه ديالو من الداخل كي دايره،
هادي السلعه اللي خاصهم يجيبوا لكم ويوريكم لا فينيسيون والكاليتي بحال هكا. اما الا هضرنا على لي بوش اللهم بارك لي بوش شي حاجه كبيره والثوب غليظ الثوب اللي داير لكم غليظ هنا تيكيت الريفيرونس كلشي كتلقاو هنا الاخوان يعني لبس وانت مرتاح زائد واحد العيبات اخرين خاصني نوريهم لكم راه مكاينش اللي كيوريهم لكم شوفوا لي هنا لي بوش الله والجيوبه هنا زيدين لكم واحد طريفات ديال الجين شوفوا هنا هادو هما اللي كيكونوا هنا في الجنب اكثر ايد السراول كيتفرقعوا لكم من هنا ملي كتلبس السروال واحد المده كيتشرق يا اما من هنا يا اما من هاد الجهه هادي هنا كيزول لكم واحد الجطروفه ديال الجين مدوبلين كما كتشوفوا شتو طريفات رقاق ومزيكزاكين ومخيطينهم باش تكون هاد لابارتي هادي صحيحه ما طيبش دغيا وما يتفردكش المهم هذا بالنسبه لهاد الجين هذا اللي كنعتبره هو المفاجاه ديال هاد لا فيديو والثمن الاخوان شحال الثمن شحال راه هذا فيه الاشكال المهم دخل ليه شوف الثمن ديالو في السيت شوفوا شحال داير الثمن اللي غندير لكم انا لخوتي وصحابي علاش قلت لكم بارطاجيو هاد لا فيديو هذا حيت الثمن غيبقى لكم فقط 220 درهم المهم دخل وسوق على راسك وعرف الثمن ديالو شحال داير الجديد عاوتاني ديال هاد لا فيديو جنا لكم هادو ماشي سليم هادو تما سومي سليم الناس اللي ما كيبغوش السليم القش بزاف هما هادو ثلاثه الالوان خطيره الاخوان ثلاثه الالوان خطيره عندك جافيليزي عندك الزرق ديال لافي سامبل اللون اللي هو رئيسي وعندنا الدورتي الاخوان البلوب بيترول الزرق المغلوق صافي نشوفوا الفصاله ديالهم ونشوفوا الخدمه ديالهم ولي طاي كلهم ديسپونيبل هانتوما الاخوان شوفوا لي يدي لافاج نقي سامبل توب خطير توب سريت واحد شويه في النسبه ديال القطن اكثر من البوليستير الخياطه الاخوان كديره هادشي راه ما كنبغيش ندوزو مرور الكرام هادشي خاصكم تشوفوه مزيان والثمن ماشي بحال الاخر ثمن خطير حتى هو شوفوا لي الاخوان لا كاليتي والخدمه الزوينه هذا كيتسمى سامبل ما فيه لا زواق لا والو خاوي نقي زوين تيقول لك هاد السروال خودني وانت مرتاح بالنسبه السلسله الاخوان هذه اللي كتشوفوا شوفوها مزيان ايكريك كا كا اوريجينال ما تخاف منها ما والو نحاس البتي بوش ديالو شوفوا لي اللهم بارك كيفاش طايح والخياطه راه حنا هضرنا عليها لي بوش كبار اللور شوفوا لي لي بوش اللهم بارك فصاله نقيه فصاله زوينه سامبل اي لاج يلبس هاد السروال كبير صغير كلشي يلبس وكلاس سبور يعني تبرع ليا مع راسك هذا بالنسبه للزرق نورمال هذا الزرق اللي معروف ستوندار غادي نتبعوه بالجافيليزي جافيليزي اللهم بارك هانتوما شوفوا لي الجافيليزي حتى هو نفس البصاله ولي طاي وافين لي طاي ديالهم وافين الاخوان شوفوا لي الخدمه كي دايره الجيل اللي كندوي لكم عليه غتلقاوه فقط عند خوكم عبد الواحد ومرحبا بالجميع الفصاله لي بوش كبار اللهم بارك خدمه نقيه السلعه كيعطيوها حقها هاد الناس هادو السلعه كيعطيوها حقها شوفوا لي فراشه كلشي كتلقاو هنا وقطن وزوين وسلسله ايكري كاكا المهم ما تخممش ها هي الاخوان ما نزقل لكم حتى شي حاجه شتوها ولا ما شتوهاش ايكري كاكا والصديفه حتى هي ما نساوهاش شتوها المهم هادو كيبداو من 31 حتى 36 يعني 46 وباقي لينا اخر لون هاد الحلقه خصصتها غير للجين باش تبرعوا علاش حيت الصراحه عندي ناس كثار متبعيني كيبغيو الجين ودابا جبنا لكم الجينات الملاح شوفوا ليا البلو بيترول كيدير شوفوا ليا البلو بيترول لوين خطير شي حاجه مليحه الاخوان فصاله لاكوب الخياطه شي بلا كنبغي نوريكم عرفتي علاش حيت عندي ناس كيدخلوا جداد القناه يوميا كيدخلوا عندنا ناس
ما ربما ما كيتفرجوش في المحتوى كامل، كيبغيو كنبغيو يعرفوني كيفاش كندوي على السلعه وكيفاش كنوريكم التفاصيل، يعني اللي بتي ديطاي كل شيء نهضروا عليه. شوفوا لي الجيوبه كيدير، شوفوا لي الجين كيدير بصاله خطيره، اللهم بارك. اودي اش نقول لكم، الله يدين عليكم وصافي. المهم انتم الاخوان، وجين هذا الاخوان اللي وريتكم دابا اللي فيه ثلاث الالوان لي طاي كاملين كاينين وبشحال، يلا ونزيد نصدمكم على الثاني اكثر من هذا. 150 درهم، 150 درهم غديو تجي مليح. شوف كان عندك صاحبك عزيز عليك، كان عندك خوك عزيز عليك، ولوح لي هذا الفيديو هذا باش يجي تقدا الجينات. كنتي خارج كازا غتوصلك السلعه حتى لباب الدار، ولكن راكم عارفين لا ليفريزون راه كتخلصوها نتوما. انا كنهضر معكم على الثمن باش كنبيع في المحل، ميمكنش غادي نخلص عليكم لا ليفريزون، يعني اللي كتوصل 40 درهم غير هي حاجه وحده. كنضمن لك الا لقينا مشكل في لاطاي ما جاش قدك، جاك صغير ولا كبير، راه الشونج غراتوي صافا الاخوان. كتشونجي السروال ديالك وانت مرتاح، يعني كتخلص عليها المره الاولى، خصوصا الا خدتي خمسه البياسات ولا 10 ولا 20 راه كتخلص فقط 40 درهم. كنتي خدتي بياسه وحده راه كتخلص عليها 40 درهم، غير هي الشونج ما جاكش بحال اللي عندي هنا في كازا صافا الاخوان. كتشونجي اربعه المرات خمسه ما عندناش مشكل، هذه غير للتاكيد. هذه المعلومه هذه راه بزاف منكم ما كيعرفوهاش، الشونج غراتوي. كنا واحد الوقت كنخلصوا الشونج، كنت انا بعض المرات كنسمع كاع في راسي كنقول لكم صافي انا غنشونجي لك وكنحاول انا نخلصها باش حتى ما تضيعش، ولكن دابا الحمد لله الشركه ديال هاد لا ليفريزون هادي داروا معنا الشونج غراتوي، وهذا مزيان لينا ومزيان لكم صافي الاخوان. المهم نتمنى يعجبكم هاد لا فيديو هذا. غادي ننتظرونا ان شاء الله في السلعه اللي غتكون زوينه اوريجينال، جاكيت تريكو غادي يكون. مشيت اليوم لبلاصه السلعه ما لقيتش تريكو، الناس اللي مصينا على التريكو راه اللي ما لقيتش لكم التريكوات خصوصا ديال زارا وديال لوزان ما بقاوش عندهم. غادي نشوف الاسبوع القادم ان شاء الله الا هوت لقيت السلعه غادي نجيبها لكم صافي الاخوان. المهم نحاولوا نختموا هاد لا فيديو هذا باحسن كلام واجمل ختام، والصلاة الحبيب عليه الصلاة والسلام، والسلام عليكم.